أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك قدوس يا مكرم يا لك شكورا أبدا وحمدي يا عاصمي من خطئي صل صلاة كالكالي تناور وتصلح البدن يا مصور ما عسى من ذاهب بالداء لغير ذات يا مع الأعداء على المجمل الجميل البشر الحسن حسن مطيء البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التأويل والتفسير وليا يسيرا هما تيسيرا واصم عقائدي ما على الأقوال وجملة الأفعال والأهوال وللمكارم قدي الأخلاق والتقني الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يغوث الصالحين قبلي وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحوزه الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المطار والمطار
المكتون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مقيم يا صلي صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم. ما أسأل من ليصحح العمال الصالح الذي يكامل الأمال على الذي قلت له مدادي ما أقيل من قادها ودادي لواجهك الكريم يا ربي سنين عمدا خديما وكفيتني الأني سيدنا محمد والآل صاحبه في الحال والمآل قد عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم يا الأخلاق يا من محل الغربات والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مقيم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صلي صلاة لها تجاري بها صلاة صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزازه القلى ما
سلام لي يسير العسير على الذي لك به تآل المسير سيدنا محمد والآل وصحبه الحال والمآل واجعل به نفسي يا ماء ماوايا عونين لي بك على نقوايا واجعل به نفسي ما أهوايا عونين لي بك على نقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل ياصم والتناور للجنان والتاصم القلب من الأخيار واجعل حياتي بشار الأخيار واجعل عداك بي سوى مضارتيها باقيا أبقيت لي مصارتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذيب لغير ما اخترته فتذب ما أسال من بفلاح يعترف بلا شقاء من فيود يقترئف ألا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسوق به مكاره الدارين لغير ذات يا ماء العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خيرا خير جالبة لأبدا حليب علم جالب ما أسألها من دائم ليقار كل عدو كالكلي يماهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا أشهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل صحبه في الحال والمآل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.